مين اللي جا بره وبيسأل عليكي؟ مش قلتلك يا ماما أي حد يسأل عليا مش موجودة، نامت خرجت ماتت أي حاجة. هو إيه اللي ماتت ده بعد الشر عليكي؟ ده أنت زي الوردة المفتح. قصدك الوردة التبلانة اللي اتقطعت من شجرتها ولازم تموت. بطل الكلام الخايب ده وقلعي المريالة وطصي وشك بشوية مية وتعالي على الصالون. يلا مش تقوليلي مين اللي جه الأول؟ الحاج مؤمن. الحاج مؤمن وده عايز ايه؟ والله ما انا عارفة هو جاي ليه. مش عادته يجي لابوكي هنا في البيت، دايما بيفوت عليه في الدكان. هيكون جاي له ليه يعني؟ اوعي تقولي جاي يصلحني على اسم محسن ده. الله اعلم، قال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. اصبري. يرضي مين بس اللي بيعمله محسن ده يا حاج؟ مش مكفيه اللي عمله في المستشفى؟ لا، داير يلسن على البنت ويشوه سمعتها. اعوذ بالله اعوذ بالله. جدع ده ايه؟ مش عارف دينه كويس؟ ده ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. طبعا لو قال لكم رجعني المحسن هتوافقوا على طول. يا اختي احنا ملناش دعوه، انت اللي تقول. انا اللي اقول برضو يا ماما، والمستشفى والفضايح اللي عملها لي. كفايه اللي شفته مني بقى، كفايه. جرى ايه؟ انت هتنامي؟ قومي يا بنت سلمي على الحاج مؤمن وقدمي له حاجه. مش عايزه اشوفه، مش عايزه اشوف حد. اطفي النور. والحاج مؤمن ذنبه ايه؟ ها؟ هو السبب في كل اللي جرالي. هو السبب بقى. هو السبب برضو. لو كل الناس يتذكروا اصول دينهم الحقيقي ما كانش حالنا بقى بالشكل ده. لكن للاسف الناس كلها مهتمه بالمظاهر الكدابه والقشور. احنا مسلمين امرنا لله وليك يا حاج مؤمن. ما حدش هيجيب حق البنت الغلبانه دي من طليقها اللي اسمه محسن غيرك انت. انا تحت امرك يا حاج سعد. احنا متنازلين عن كل حقوق بنتنا، مش عايزين منه غير حاجه واحده بس. علوم كل طلباتك مجابه. ايه هي بقى الحاجه دي؟ انا رقبتي سداده. محسن رمى يمين الطلاق عليها في المستشفى قدام الناس كلها ومبعتش ورقه الطلاق لغايه دلوقتي. قال ايه؟ مش عايز يبعتها علشان يسيبها عامله كده زي بيت الوقف. قال كذبت عليه وخدعته. اعوذ بالله اعوذ بالله. ايه ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم وعاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طب ايه رايك يا حاج سعد؟ نسعى في الصلح بعد كل اللي عمله يا حاج مؤمن؟ الله. وبعدين عايز يرجعها ليه؟ ما خلاص ثبت انها ما بتخلفش. ما بتخلفش؟ ازاي الكلام ده؟ امال الفحوص بتاعت الدكتور نصار والدكتوره اصلاح اللي قالوا انها سليمه؟ شوف يا حاج مؤمن، محدش يقدر يعاند اراده الله سبحانه وتعالى، وربنا عايز كده ما تخلفش ولا راد لقضاء الله. ونعم بالله. والاسلام قاعدته في الطلاق معروفه، امساك بمعروف او تسريح باحسان. تمام، وهو ده ان شاء الله اللي هيتم. لو كانت رغبة الست مبروكة كده يبقى كل حقوقها هتوصل لها على داير مليم لغاية عندها. ممكن أسلم عليها؟ والله هي تعبانة شوية من يوم عملت العملة السودة اللي عملها الولد ده، وهي قافلة نفسها أوضتها ودفن نفسها في السرير وحط راسها تحت المخدة وطفي النور والشيش ولا عايزة تقابل حد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أستأذن أنا بقى. إيه؟ محدش فيكم سامع الجرس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. باركولي باركولي باركولي. أنا اشتغلت. إيه؟ ألف مبروك.
اشتغلتي مضيفه في كافيتيريا ولا ايه؟ ليه بقى ان شاء الله حضرتك بتكلمي واحده بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه. ياه. الف مبروك يا ليلى، الف مبروك. الله يبارك فيك. تعالي قولي اشتغلتي فين. اشتغلت في شركه استثماريه كبيره قوي بمرتب 1000 جنيه في الشهر. واو هايل هايل، ده مرتب عظيم جدا. اظن بقى هتساهمي معانا في البيت انا وسهير. ايه ده ايه ده ايه ده، طب ليه كده بقى؟ علشان مرتبي انا وسهير يعني يا دوبك اقل بكتير من اللي انت بتقبضيه ده في الشهر. معلش معلش، زي بعضه، هنديها فتره سماح شهرين. هي برضو لازم تجيب تيارات وفساتين وتبقى شيك علشان تروح الشركه دي وتبقى كده متشرفه حبيبتي. بس بعد كده حبيبتي هيحلها الحلال، صح؟ مش حبيبتي. هنعمل ايه وده شغل السوق. سلام عليكم. نورت. اهلا وسهلا يا حاج، نورت المكتب. اسمع يا جدع، انت اللي بتعمله مع مبروك ده نداله وجبن، وما هياش تصرفات رجاله ابدا. طب اتفضل بس اقعد واستريح الاول. انا مش هستريح الا لما تدي مبروك حقوقها على داير مليم وتبعت لها ورقه طلاقها. انا مش هطلق، مش هطلق يا حاج. مش هطلق؟ انت اصلك راجل مش محترم. بس حابب افهمك حاجه، انت هتطلق يعني هتطلق بالذوق، هتطلق بالقانون، هتطلق وبالشرع هتطلق، وانت عارف نفسك كويس انت فيك ايه. طب نتفاهم بالراحه يا حاج، انت اصلا ما ينفعش معاك الذوق، بتشطر على البنت بالضرب. اتفضل يا حاج نتفاهم بشويش. مفيش تفاهم، قلتلك بعد اللي عرفته مفيش اي تفاهم. انت تبعت لها ورقه طلاقها، وعلما بانك سبق قبل كده رميت عليها اليمين بدل المره اتنين، فاهم؟ فاهم يا محسن؟ يا سلام على الحاج مؤمن ده، أمير ويعرف ربنا. الحمد لله اللي ربنا خلصك من الواد البلوى اللي اسمه محسن. انا مش عارفه محسن ازاي راضي يطلقني ويديني كل نفقتي كمان. اصل الحاج مؤمن اتفاهم معاه باللغه اللي هو يفهمها، مسكوا فقعوا حته علقه. بس الحاج مؤمن راجل مؤدب وطيب وذوق. في ناس يا بنتي ما يجوش الا بالسك على دماغهم، وطريقك محسن من الصنف ده. كابوس وفوقنا منه. الحمد لله. قومي يا حبيبتي اغسلي وشك والبسي وروحي لاخوكي، شمي شويه هوا وفكي على نفسك، ده انت بقالك شهرين ما عتبتيش باب البيت. ايه رايك يا بنتي لو ترجعي محل الحاج مؤمن تاني؟ هو قال لي كده، عايزك تمسكي له المحل لغايه لما يرجع من المستشفى، بينه هيعمل عمليه. عمليه؟ ده انا سايباه صحته زي الفل. بعد اذنك يا بابا ممكن اروح اطمن عليه. وماله يا بنتي، ده واجب برضه، وبعدين تشكريه على اللي عمله مع محسن. طيب على اذنكم. مش مصدقه نفسي بقى، دي مبروكه بنتنا. شفت بقى يا حاج، شفت الحجاب اللي عملته لها الشيخه تفيده عمل ايه؟ الشيخه تفيده تاني؟ الحمد لله ان ربنا نجاه. الحمد لله. سبحان الله، بتحبه كانه ابنها اللي ولدته واكتر. تعرفي الواد ده لو كان جراله حاجة كانت فيولا بنتي راحت فيها. ربنا بقى بينزل الحنية في القلب، وفيولا حبيبتي طول عمرها حنينة وبتحب الأطفال موت. هي فين فيولا وفين سامح؟ أيوة. موجودين موجودين. تعالي يا فيولا هاتي الأولاد وسلمي على الجماعة، أصلهم لازم يسافروا النهاردة، سامح اتأخر قوي على مدرسته. مدرسة؟ الايام بتجري. أوه. انا فاكره يوم ما جابته كان قد كده اهو، ما كملش سنه. ايوه ماشي يدقلك كده اهوت. يا خبر. ايوه سهل. اهلا سهل يا حبيبتي. اهلا اهلا يا حبيبتي. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه. خذي الحمد لله. ازاي وحيد؟ الحمد لله ربنا اكرمنا وبقى راجل بمعنى الكلمه. يجي نازل كده يقول لي ماما عايزه فلوس اجيب لك حاجه وانا جايه. الحمد لله البركه في الدكتور توفيق والحاج مؤمن. طب وناجي ابن اختي
مش برضو كان بيسأل عليه في المصحة وإصلاح بنتي؟ مش كانت بتوصي عليه الدكاترة برضو؟ طبعا، وإحنا من غيركو كنا نسوى حاجة. ده كلاكس عربية بابا، عن إذنكم. يلا يا ولاد، يلا حبايبي بالسلامة. خديها معاك يا حبيبتي. مع السلامة يا حبيبتي. خديها كلها في العربية، خلي بالك منهم، شيليهم في عينيكي الاثنين. حاضر يا ماما. انتبهي لشقوتهم. ها يلا مع السلامة. تسافروا بألف سلامة وترجعوا بالسلامة. أول ما توصلي كلميني عشان أطمن. حاضر. صباح الخير. صباح النور. هو أنت؟ أيوة أنا. أمال غيري؟ أنا عايز أكلم معاكي كلمتين. أنت مش قابلتني قبل كده وقلت لك رأيي؟ هي صورة؟ معلش يعني، خليكي محضر خير. وبعدين بقى بقول لك ايه، اتكل على الله، انا ورايا شغل كتير. يا ست صدقيني انا عايز اكلم معاكي كلمتين وحياتك. اوعى تحلف بحياتي، لحسن مش هيحصلك كويس، انت فاهم؟ عن اذنك. بنتي دي مش طبيعيه. ايه يا وحيد ده؟ ايه؟ هتروحي شغل بالتيشيرت دي؟ لا يا حبيبي ما يصحش، لازم تلبس قميص عشان يبقى شكلك كده جد ومحترم. يا ابلة بقى يا ابلة، انت تأمري وانا انفذ. ما يأمرش عليك ظالم يا ولد. انت هتروحي الاجزخانه بالبلوزه المايصه دي؟ في ناس عيانين جايين يشتروا منك دواء مش يشتروا منك عصير. يلا اتفضلي روحي غيريها. اوامرك يا حضره القائد الاعلى للشؤون البيتيه. يلا يلا يلا. ماما فاهمة. اخبار الشركه الاستثماريه ايه؟ بنشتغل زي طرف ساقيه، ما بنونش. طبعا، ما انت بتاخدي على قد شغلك. هو الشغل بالساهل 1000 جنيه. الله اكبر، ما يحسد المال الا اصحابه. انا بقى قررت استصلح حته ارض. كوكي كوكي يا كوكي، موت يا حمار. بس لا بجد يا سهير، ده مشروع مهم قوي تبع صندوق التنميه. انا ومجموعه من زملائي قررنا ان احنا ناخد حته ارض ونستصلحها وندي انتاجها لوزاره الزراعه. والله برافو عليكوا، جدعان جدا. اي خدمه. يا شيخه روح كده. اولا اولا بصي، انا بقى بنت جدعه قوي وما بشتكيش من اي حاجه، بس في المذاكره ايه عاجبك قوي انت كده. ايه. الله. يلا يا زينات اتاخرنا. يلا استني بس لما تشربي كوبايه شاي ولا تاكلي حته لقمه. لا مش مهم يا ماما، مع السلامه. هناك بقى. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. حلو الطابور العسكري ده يا اختي. انتوا لسه متخاصمين؟ بصي يا ماما، هي حره، اللي يشيل قربه مخرومه تخر فوق دماغه. بقول لك ايه، الحاج مؤمن جاي يخطبها لعادل ابن اخوه. وانت يا ماما موافقه ان هي تسيب شغلها عشان تتجوز؟ مش عايز اكسر قلبها بقى. خد يا دنيا اشرب حبه اللبن دول. ربنا يخليك يا ماما، اتاخرت قوي. يلا مع السلامه. عشان خاطري يا ابني اشرب دول. وحيد هات معاك فاكهه وانت جاي. من عيني يا ابني. تسلم عينيك. طيب على مهلك يا ابني، على مهلك. بالراحه وانت نازل. لا اله الا الله. مع السلامه اخويا. خلي بالك من السلم. خلي بالك وانت سايق يا البير. ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله خير. ايه ده ايه ده، انت رايحه فين؟ النهارده اول يوم دراسه في حياته، لازم اشوفه وهو داخل المدرسه. ماشي يا ستي، بس ما تنسيش تربطي الحزام كويس. مش عاوز اروح المدرسه. لا يا سامي، عيب كده، لازم تروح المدرسه عشان تبقى شاطر وناجح زي بابا البير كده. شوف الناس بتحترمني ازاي يا راجل. ناس تحترمك انت برضو كمان. اتفضل يا سيدي. يلا الخير يا جماعه. ازيك؟ مساء الخير. ما ادريتوش مش الدكتور نصار هيتجوز؟ لا ما تقلقيش كده، الف مبروك، الف الف مبروك يا اصلاح. انت لها والله 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 فرحت لك. ويا ترى بقى هتعزمينا على الفرح ولا لا؟ فرح ايه؟ مين اللي قال لك الكلام ده يا بنتي؟ انت ما تعرفيش الدكتور نصار قريبي من بعيد، من ناحيه الهام بنت خالتي. عموما لسه بدري على حكايه الفرح دي، شكلك كده في مشاكل، ده المتوقع. تعالي يا بنتي فهميني كل حاجه ببساطه، ايه مشكلتك؟ مشاكل ايه بس؟ انت عايزه تخلقي مشاكل وخلاص يا بنتي؟ ما انا قايله لك من الاول ده مش بتاع جواز،
هيفضل يشكلك ويملك ويزهقك تمام زي ما عمل مع إلهام بنت خالتي. عن إذنك، ورايا سيكشن مهم. براحتك، ثم أنا كمان عندي سيكشن مهم. يعني إيه سيكشن على فكرة؟ أحلى قهوة مظبوطة لأحلى روكا. اتفضل يا جميل. وبعدين بقى في حكاية السجاير دي، انتي هتشبطي فيها ولا ايه؟ خدي ولعي لك سيجارة، محدش واخد منها حاجة. لا لا لا، متشكرة قوي يا اختي، انا ماليش في الحكاية دي، انا يا دوب الفلوس اللي بكسبها بتكفيني انا وامي واخواتي. خدي بس عفاري. مبروكة، انتي مش عجباني خالص اليومين دول، وشك اصفر وخسيتي والسواد بقى حوالين عينيكي. فين مبروكة وردة الحتة؟ فين ضحكتك اللي كانت ترن تسمع كل الحي؟ مبروكة أنا نفسي مش لاقياها. مبروكة خلاص انتهت. من يوم ما مشيت ورا محسن وصدقت كلامه. عارفة يا مبروكة؟ إحنا لازم نفشل في الجواز. لأننا بنتجوز وإحنا مش فاهمين نفسنا. مش فاهمين الدنيا. مش فاهمين حتى الراجل اللي هنتجوزه. ونعيش معاه في بيت واحد. كلنا عايزين نتجوز. هاتيلي بنت في مصر مش عايزه تتجوز. خدنا ايه انا ولا عطيات؟ انا اتبهدلت عشان ما بخلفش، وهي اتبهدلت عشان بتخلف. لا اللي اتجوزت وخلفت مرتاحه، ولا اتجوزت ومخلفتش مرتاحه. ولا حتى اللي ما اتجوزتش برضه مرتاحه. عارف يا مؤمن، زينات دي طلعت جدعه قوي، سابت الادويه لاختها فايزه وركزت هي في ادوات التجميل. سبحان الله، كل بنات ام وحيد جدعان وزي الفل، ربنا طرح لها البركه فيهم. قول لي يا مؤمن يا اخويا، عملت ايه لفايزه؟ كل خير ان شاء الله. ومبروكه يا ترى اخذ الحوها؟ على داير مليم. الواد محسن ده دفع لها كل حقوقها ورجله فوق رقبته. ده واد جبان. يا ساتر، عيد عليك يا مبروكة، جميلة ودمها خفيف وجدعة، لكن للأسف ملهاش حظ. على رأي المثل، اديني حظ وارميني البحر. بكرة ربنا ينصفها وتبقى أحسن من غيرها. طيب أنا هسبقك بقى على المحل أشوف سمير عمل إيه في البضاعة الجديدة، وبعد كده هروح سوا للدكتور. طيب انا هحصلك بعد ساعة. هيا يا زينات، كله تمام؟ الحمد لله كله تمام يا رب. كفاية يا حبيبي، هيجيلك صداع. انت لسه ما لبستش؟ لا انا لا انا رايح ولا جاي. من يوم ما طلعت على المعاش وانت حابس نفسك في البيت، ما تيجي توصلنا للسيدة دي حديقة الطفل ترد الروح. أقولك وصلنا وروح اقعد مع الحاج سعد، ده تعبان بقاله مدة يا عبده. ومين اللي مش تعبان في الدنيا دي؟ بقولك ايه، سيبيني في حالي وروحي شوفي انت رايحة فين. يلا يا عبده، ما يصحش، بعدين اختي تزعل مننا. هو سعد عنده ايه؟ انا عارفة، ساعة بيقولوا سكر وساعة بيقولوا ضغط، الهم راكبه من ساعة بنات ما كبروا. هو مش بنته دكتورة وخطيبها دكتور كبير؟ بلا خيبة، باب النجار مخلع، إصلاح دي باين عليها الدكتورة خايبة قوي. يا جمالات اتقي الله، حرام عليكي، حرام عليك. مش يلا بينا بقى يا مؤمن؟ يلا يا سيدي. يلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، اتفضل يا ست الكل. ازيك يا سمير، عامل ايه؟ الله يخليك. الله، ده مين اللي جه ده؟ دي اكيد مبروك. يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. مليون جنيه يا راجل؟ دي مبروك هتساوي فلوس الدنيا كلها. يا سيدي يا سيدي، الله الله. طبعا الله. ما كنت بتشتكي يعني من مفاصلك ومرارتك، وكنت عايز تخش المستشفى تقعد لك اسبوعين ثلاثه ليه؟ متشكرة قوي يا سمير. السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله. ازاي صحتك يا حاج؟ منورة منورة المحل والشارع ومصر والدنيا كلها.
الحقيقه بقى الحاج مؤمن تعبان قوي. تعبان قوي وعايز يخش المستشفى. ليه كف الله الشر يا حاج؟ بصراحه انا سمعت الكلام ده وقلت اجي اتاكد بنفسي. لا ابدا ما فيش حاجه، دي حاجه بسيطه. اصل توفيق يحب اول حبتين. لا ما انت عارفه، عارفه مؤمن طبعا لا بيشتكي ولا بيتكلم. الحقيقه بقى يا مبروكه هو محتاج واحد يقف في مكانه في المحل لما يروح المستشفى. ليه بقى؟ هو انا مقصر في حاجه لا سمح الله؟ ده انا لحم كتافي من خيرك يا حاج، انا رقبت تحت رجليك يا حاج. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا فايزة؟ ازيك يا زينات؟ انا سمعت من عمي مؤمن ان انت بتشتغلي هنا، انت نسيتي خلاص الهندسة؟ انساها؟ انساها ازاي؟ 5 سنين ملياش شغلانة في الجامعة غير الهندسة، رايحة جاية احضر محاضرات واقرا في كتب وانفذ في مشاريع واخرتها مفيش شغل. صبرك بالله، اوعي تيأسي، مسيرك هتلاقي الشغلانة اللي نفسك فيها. او يجيلها بقى العريس اللقطه اللي يتشرط عليها، يا اما تسيب الشغل يا اما بلاش. معقوله في حد يقول لمهندسه ولا صيدلانيه كبيره انها تسيب شغلها وتقعد في البيت؟ دي تبقى حتى غباوه. وحشتيني يا فوزه، وحشتيني، وحشتني ضحكتك ونظره عينيك ودمك الخفيف. والنبي يا فوزه لما نتجوز ما تكشريش في وشي. نتجوز؟ بس عندي شرط واحد مفيش غيره. تاني؟ ممنوع تسيبي شغلك ابدا. انا اسف يا فايزه، ازاي طلبت الطلب السخيف ده منك مش عارف. سلامتك يا حاج، مالك؟ والله وفيك الخير يا مبروكه، انا كنت قلقان قوي عليكي، كنت حاسس كمان انك مش عاوزه تشوفي وشي ولا تقابليني. هو انا اقدر انسى جمالك يا حاج؟ ده انا كل ما تحصل لي مصيبه ما الاقيش غيرك اجري عليه، بلاقي بابك مفتوح وقلبك كبير. انا مش عارف ايه اللي وقعك في الواد محسن ده، نهايته الله يسامحه. انا عايز اشكرك يا حاج على كل اللي عملته معايا. ده واجب عليا يا مبروك، انا الود ودي ترجع المحل تاني وتبقي المديره كمان، بس بقى ما احنا شد المقام. ده كلام برضو يا حاج، انا عيني ليك بس العين بصيره والايد قصيره. انا فاهم وعارف ومقدر كل ده، بس لولا الدكتور صمم على حكايه المستشفى دي ما كنتش اتجرأت وطلبت منك الطلب ده. ايه حكايه المستشفى دي؟ انا كده ابتديت اقلق، ده لما بابا قال لي قلت يمكن تكون فحوصات عاديه. ابدا ابدا، وما فيش حاجه كبيره قوي، دول هم فعلا شويه فحوصات وتحاليل، يعني ممكن اصحي مش مهم. لا تصحي ده ايه، بدل ما الدكتور مصر انك تعملهم يبقى لازم تعملهم. هو من جهه مصمم انا ممكن اجل الموضوع ده لحد ما ولد من الاولاد يفضى، ولو ان ده عمره ما هيحصل. لو هتقعد في المستشفى اسبوع واحد اجي يا حاج، من عليا الاثنين. لا 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 لا، ما يصحش. ما يصحش ده ايه؟ من فات قديم وتاه. يا سلام يا مبروك، بنت اصول صحيح. انا اتعلمت منك كتير كتير قوي يا حاج. يعني استناكي بكره مبروكه؟ جايه لك بكره يا حاج من الفجر. ربنا ما يحرمني منك ابدا. ولا يحرمني منك يا حاج، تصبح على خير. وانت من اهله يا ست الستات. صباحك قشطه يا ست الكل. صباح الخير يا وحيد. صباح الفل يا ابو روكه، انا مبسوطه قوي انك بقيت تشتغل معانا،
شويه كده بقى واكلم الحاج يشغلك موظف في المصنع. يا ريت يا ابله روكا يا ريت. بس ده طبعا بعد ما تاخد الدبلوم. طبعا انا بذاكر بقالي كتير جدا عشان اعوض اللي فاتني. فاتني كتير قوي يا ابله روكا. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك. طيب استاذن عشان اشوف الزبون. اتفضل. تحبي اعمل لك فنجان قهوه يا ست الكل؟ كمان شويه يا سمير لما اخد نفسي من المشوار ده، انا جايه من البيت ماشي. لا ما بلاش حكايه المشي دي، اعملي معروف عشان اللي بالي بالك ما يشوفكيش. هو يستجري يجي جنبي بعد ما الحاج مؤمن ربنا يستره علمه الادب. يا ساتر الجدع ده ايده تقيله بشكل. انت جربتها يا سمير؟ امال ايه؟ اسكتي. مش انا بعد ما وصلتك البيت جاني هنا وفيني وجع تب 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 بهدلني، وكل ده عشان ايه؟ عشان ما قلتلوش حاجه. والحاج مؤمن عارف؟ ايوه عارف. مش جه لاني متشلطم ومتشخرم خالص، ما قدرتش اخبي عليه. حلف لا يضربه زي ما ضربني، وحلف لا يديله علقه ما كلهاش حرامي في مطلع. قال يا فرعون من فرعانك. تعبك راح يا حاج، المهم ترجع لنا زي الاول واحسن. الوحده صعبه، صعبه قوي يا مبروك. انا لو خرجت هقعد في البيت يومين ثلاثه على الاقل لوحدي. والاستاذ شريف والاستاذ شوقي يعني هما ولادي؟ لا ولادي، ولادي كويسين قوي الحمد لله، بس هما يعني زي ما تقولي كل واحد فيهم مشغول بقى، اللي في بيته واللي في شغله. بس هما طيبين، طيبين فعلا. تصوري قال ايه؟ عايزين نتجوز. هم يبكي وهم يضحك. تتجوز؟ وماله يا حاج؟ ليه لا؟ ومين دي بقى اللي ترضى تتجوز واحد مهكع زيي داخل على الستين؟ الشباب في القلب يا حاج، مش بالسن. ما انا قدامك اهو، عندي 30 سنة وحاسه اني عندي 70 سنة. معقولة؟ في واحدة يبقى عندها 70 سنة وتبقى زي القمر كده؟ ربنا يخليك يا حاج، أنت دايما كده بتطيب بخاطري. مبروكة، أنا مش بتكلم على الشكل بس، لا، أنا بتكلم على حلاوة طبعك، على حلاوة شهامتك، على حلاوة قلبك. انت جوهرة، جوهرة بس مش حاسة بقيمة نفسك. ايوه انت حقيقي جوهرة. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جيد جدا يا ماما، جيد جدا، بكالوريوس الدم بتقدير جيد جدا الحمد لله. يا اخواتي مش قادره اصدق، بنتي بقت دكتوره ودكتوره رسمي. خشي بقى قولي لابوك الكلمتين الحلوين دول هيخفوا على طول. حاضر بابا. بابا صبرت ونالت الحمد لله. كل مجتهد النصيب. على فكره دي بتحلم بكليه الطب من ايام ما كانت في بطن امها. عقبالك يا تهاني. ان شاء الله يا ماما، امتياز زي كل سنة ان شاء الله. بابا بابا اخيرا يا بابا حلمك اتحقق. ده مش حلمي لوحدي يا بنتي، ده حلمي وحلمك وحلم والدتك واخواتك وحلم الحتة كلها. جيد جدا يا بابا، جيد جدا. الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. الف مبروك. الله يبارك فيك. انا كنت بصلي لله واطلب منه اني ما اموتش قبل ما اشوف اليوم ده. دلوقتي اقدر اموت وانا مستريح. معلش انا عليك يا بابا، ما تقولش كده. الف مبروك يا بنتي، الف مبروك. الدكتور نصار عرف؟ ايوه اول واحد عرف الكل
كلية دكتور نصار. يبقى هيجي عشان يبارك. طبعا هيجي. مبروك يا عم، مبروك. انت حقيقي جوهرة يا مبروك. جوهرة، جوهرة بايرة كمنها ما بتجيبش عيال. طب لو تقدم لها راجل ما يلزموش العيال توافق؟ هو في راجل في الدنيا ما يلزموش عيال؟ ايوه في. انا انت هعمل بيهم ايه؟ ما انا عندي الولاد. اه صحيح، ربنا يخليهم لك يا حاج. قلتي في ايه؟ تتجوزيني يا مبروكه. انا عارف اني اكبر منك، بس اوعدك مش هخليكي في يوم من الايام تندمي على انك اتجوزتيني ابدا. انت ازاي يا حاج؟ ده انا اللي مش قد المقام. ما تقوليش كده ابدا، انت تستحقي احسن راجل في الدنيا، بس المهم انه يقدرك، يعرف قيمتك. انا مش عارف، انا ما كنتش اتصور. انا هخليكي تنسي كل اللي فات، خليكي تنسي بكره، تنسي الحزن، تنسي كل حاجه. مش عارفه اقول لك ايه يا حاج، انت فاجئتيني. مبروك يا دكتوره على البكالوريوس وعلى التقدير. متشكره يا دكتور. انا ان شاء الله هعدي عليكم النهارده. مع السلامه. مع السلامه. اصلاح ماما بركولي، مش هتصدقوا. في ايه؟ الحاج مؤمن عاوزني، طلب يتجوزني. الف مبروك يا روكا. ايوه كده، انا عاوزاكي على طول مبسوطه. انا قلبي كان حاسس. تعالي يا حبيبتي في حضني، تعالي عشان الفرحه تبقى فرحتين النهارده. وايه الفرحه التانيه؟ اصلاح خدت الشهاده الكبيره. بجد؟ مبروك يا اصلاح. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. قلبي مش سايعه الفرحه، عايزه ابخركم انتوا الاثنين. حقيقي الحاج مؤمن طلب ايدك؟ اه. يا دي الفرح، يا دي الهنا اللي هيخش بيتنا. ماما هو بابا هيوافق؟ طبعا هيوافق. طب خش قولي له كده هيوافق ونص كمان. قولي لي هم ولاده عرفوا؟ مش عارفه يا اصلاح، بس ربنا يستر. اما اروح اقول لبابا. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك يا حبيبي. هو ادي كده الفاتوره اتدفعت، وادي بقيه الفلوس، وكده يبقى كله 100 100. اهلا يا جماعه. اهلا بيك. مصمم تمشي؟ كفايه بقى كده يا دكتور، ده انتوا فاتركم زي النار. شوقي الله. بابا لو حضرتك كنت عايز تقعد يعني خليك قاعد. لا لا لا، هو مش تعبان ولا حاجه، ده هو ما شاء الله صحته بقت عالي العال. المهم يظبط الضغط، وده مش محتاج لمستشفى. انا على العموم هاخد بالي كويس، لان الحمد لله بقيت عالي، وانا هخرج من هنا على المحل عدل. ده كلام جميل. المهم اوعى تستسلم لحاله الحزن والاكتئاب اللي كانوا عندك، ده ممكن يسبب لك امراض كتيره. عارف، ما انت قلت لي الكلام ده قبل كده يجي 100 مره. عموما من دلوقتي ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. طيب يلا يلا يلا. شكرا يا دكتور. ما تنساش الدواء في مواعيده، وان شاء الله هفوت عليك بعد يومين. شكرا. سلام. شكرا. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك عين كل اللي يعاديك. امين يا رب العالمين. شكرا يا سعد، كتر خيرك يا رب. يا بابا انت عارف اللي بيحصل ده، عجبك الكلام ده؟ ايه يا ابني، الحاج مؤمن راجل طيب وصالح وهيكرم اختك اخر كرم. يا بابا يا بابا، هو لسه في نفس يتجوز؟ ده راجل فوق الستين. قوة إلا بالله يا ابني، الجواز نص الدين. وبعدين حاجة مؤمن تتمنى أي ست في الدنيا. وبعدين يعني أختك زي ما أنت عارف يعني. يا بابا مش ناجي هو اللي قال إن محسن هو السبب في عدم الخلفة؟ هي ولا هو يا ابني؟ ده سر ربك هو اللي يعلمه. أنتوا هتعقدوها ليه؟ إذا كانت البنت فرحانة ومبسوطة هتعملوها أنتوا حكاية؟
خطوة عزيزة يا عاطف. أهلا يا مبروك، ازيك؟ اتفضل يا عاطف. مبروك مبروك يا دكتورة، وعقبال الدكتوراه. ميرسي يا عاطف، عقبال شيماء وهيفاء يا رب. يا رب. وأنا مش هتقولي مبروك؟ يا بابا يا بابا، أولاده ممكن يتضايقوا من حاجة زي كده ومش هيسيبوكي في حالك. يو بقى، أنت هتشيلها الهم من بدري ليه؟ يا ماما شافت كتير قوي، والمثل بيقول ابعد عن الهم وغني له. إن شاء الله ربنا ما يجيبش هم. الحاج مؤمن راجل طيب وما يتعيبش. أنا حر في حياتي، واللي أنا عايز أعمله هعمله. طبعا حر يا بابا، واللي أنت عايز تعمله تعمله. شوقي كان يقصد محدش غريب ينام في سرير أمي. عفش البيت ده بتاعها، أهلها اشتروه لها. شوقي ما يصحش كده. إذا كان ناوي يتجوز يأجر ولا يشتري شقة للسنيور، لكن البيت ده لا، ده بيت العيلة. اسمع يا شوقي، دي آخر مرة أسمعك تتكلم في الموضوع ده. أنا مش عيل صغير عشان تقول لي أعمل إيه، وبعدين اللي أنا عايز أعمله مانيش محتاج إن أنا آخد إذنك فيه. بابا ما تعصبش نفسك، أنت لسه خارج من المستشفى حبيبي. يا بابا يا حبيبي، مبروكة دي ما تنفعكش من الأول. اختار واحدة من سنك أو مركزك، هي دي اللي عجباني وهي دي اللي هتجوزها، واللي مش عاجبه يتفضل. مع السلامة. مع السلامة؟ أيوة. أنا قلبي كان حاسس إنها هتشتغل عليك. يا ولد ده؟ يعني إيه تشتغل عليا؟ تجننت ولا إيه؟ إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ اتفضل اطلع بره. بره. شوقي لم نفسك، ما تصحش كده. ما أنتش شايف ما هو بيقلب علينا أهو. بره قلت لك، بره. روح بقى، روح، كفاية كده يا شوقي بقى. أنا ماشي، بس أنا أفكرك وهفكرك إن أنا حذرتك منها. يلا بره. يلا شوقي، يلا شوقي. لسه أما نشوف الحرامة دي. بره. مش عايز أشوف خليتك هنا تاني. لا دليل أدب، معرفتش أربيه. اسمع بقى، أنت لازم تكلم أبوك يوزع التركة بينك وبين شوقي. على حياة عينه، هو مستني إيه؟ إيه الكلام ده يا مينا؟ أنت اتجننتي؟ أنا أطلب من أبويا حاجة زي كده؟ هو ده اللي كان ناقص. وفيها إيه؟ ما صفية قالت لي إن أخوك ناوي يفتحه في الموضوع ده. يبقى غلطان وستين غلطان، وأنا بقى اللي هقف التهور بتاعه ده. وإيه يعني؟ ما أنتوا الورثة، وطول ما أبوك عايش وربنا يديله طول العمر هيتمتع بفلوسه. ومراته خلاص كده؟ قسمتوها بينكوا زي ما أنتوا عايزين؟ لا حول الله يا رب. وش انا ربنا راح فين؟ هتاكلوه؟ يكتب لها حاجه على قدها، ما هتلاقيها داخله على طمع. بس بلاش كلام فارغ، الفلوس دي ابويا جماعها بعرق وشقايا، ما ورثهاش من حد، ومن حقه يعمل بيها اللي هو عاوزه. ايوه كده، اظهر وبان. انا كنت عارفه ان البنت مبروكه بلفاك وماليه دماغك. بلفاني؟ الكلام الفارغ ده يا مينا. الكلام معاك ما منوش فايده. انا هكلم شوقي. ايوه هكلم شوقي. وعنها وتحتضت شوقي من البيت. ما ده هي اللي يحرمه من الميراث. لا بابا الحاج ما يعملش كده. هو ما يعملهاش، لكن الحربايه اللي متجوزها طول عمرها قرشه ملحت شوقي. يا شيخه دي طيبه وغلبانه. طيبه؟ انت اللي طيبه وعلى نياتك. انا هروح اعتذر لبابا الحاج واقول له ان شوقي ما يقصدش. بصراحة كده انتوا زودتوها قوي، وبعدين الحاج لسه بخيره، مش عاوزين يتجوز ليه بقى؟ ما يتجوز واحنا مالنا. بس شريف مش مطمن. اشمعنى يعني مبروك؟ ما احنا عرضنا عليه ستات كتير برقبتها ومرضيش. هيتجوزها سواء وافق شوقي او ما وافقش. وشريف رأيه ايه؟ شريف بلفته وخلته وافق، وبيقول عليها كمان ممتازة كده. طيب بقولك ايه، احنا نروح نطلبها من امها عشان الحاج يعرف ان احنا ملناش دعوة. طيب يا حبيبتي، زي ما اتفقنا. مع السلامة. أنا حاسة إنه هم ونزح من على قلبي. البكالوريوس وخطوبة مبروكة في يوم واحد. أنا مش فاهم بس، أنتوا ليه شغلين نفسكم بأختكم مبروكة؟ الله، ما تسيبوها تعيش حياتها. هي قصر، إيه؟ عاملين عليها ضغط ليه؟ أصل حظها وحش. مفيش حاجة اسمها حظ. الحظ ده شماعة بنعلق عليه أخطائنا وسوء تخطيطنا لحياتنا. يعني ما شفتش حصل لها إيه مع محسن؟ من البداية توقعنا كلنا الفشل الذريع للعلاقة اللي بينهم، ومع ذلك هي أصرت، يبقى تستحق اللي جرى لها. ساعات بخاف من قسوتك دي. لازم يبقى هناك قسوة. المثل بيقول إيه؟ على رأي ماما، يا بختي من بكاني وبكى علي، ولا ضحكني ولا ضحك الناس علي. طبعا بقى هتحضر كتب مبروكة مش كده؟ على شرط.
ايه قول شروطك كلها. نكتب احنا كمان كتابنا في نفس اليوم. ماشي يا دكتور، كلم الواد وطبعا هيرحب ويتبسط جدا.